عندنا حاجتين هنشتغل فيهم دلوقتي. طبق الكنافة بالفراولة علشان نحطها في الفرن تستوي وتطلع تاخد الشربات بتاعها او العسل زي ما احنا عايزين. مقادير الكنافة بالفراولة وهي بتاع الفراولة. كنافة. وعندنا الكنافة زي الرز دلوقتي. وعندنا سمنة بلدي على النار بتسيح. وعندنا مية الزهر. ومعنا شوية فراولة حلوين. زي ما هي كده زي الفل الفراولة. مش هقطعها ولا حاجة غير على طول على قوالب الكب كيك. كده خدت الكنافة. السمنة البلدي اخبارها ايه؟ اهي زي الفل. بنزلها على الكنافة. سر الكنافة في تسمينها. سر الكنافة في السمنة بتاعتها. زي الفل تمام. عندي مية زهر. حلو. ممكن تحط الله على الريحة الحلوة. ايه ده؟ واقلبها كده اهو. ركزي معايا بقى. دي بقى انا هحط لها شويه سكر. هحط لها ايه يا عم الشيف؟ شويه سكر. وانا بعملها كده وانا بفلفلها للكنافه دي. ليه يا عم الشيف السكر؟ السكر هيساعد على الاحمرار السريع. وسكر ايه كمان؟ سكر زي ما هو كده بتاعنا العادي. مش بودر. زي الفل. بس. واقلبها عشان احطها في قوالب الكب كيك اللي عندي دي. كنافة بالفراولة. ممكن تعملها صينية، ممكن تعملها كبيرة، بس أنا حابب أعملها قوالب الكب كيك. هتعجب الأطفال الصغيرين علشان أنا حابب إن الأطفال يحبوا السفرة الرمضانية. لأن إحنا في رمضان في لغاية دلوقتي يعني، ومش الموضوع ده برضو لازم إن إحنا نعمل عليه كنترول. يبقى جوز بيحب العكاوي، أجي عاملة له صينية عكاوي حلوة، شوية محشي كرنب، يجي الطفل يعني مسكين عايزين نشجعه على الصيام يلاقيش حاجة على السفرة. بطاطس مقلية ماشي، بطاطس زي اللي أنا عملتها دي حلوة ماشي. هيلاقيكي بتعملي الكنافة دي، هو بيحب الكب كيك من أساسه كده. شفت أنا بعمل إيه كده؟ أهو بحط كده أهو، أوزع كده بالسمنة والسكر ومية الزهر، وأعمل طبقة صغيرة كده أهو. طبعًا أنا عامل الصينية أهي قدام حضراتكم دي عشان بتاخد وقت شوية، لازم بعد ما تطلع من الفرن تتساف في التلاجة تبرد شوية بعد ما تاخد الشربات. ممكن ناكلها سخنة وممكن ناكلها باردة زي ما احنا عايزين. وهمسك الفراولة دلوقتي اوزعها على القوالب دي بالتساوي. سكينة صغيرة كده معايا اهي. اللهم صل على النبي. واخد الفراولة دي يا عم الشيف. افكار سهلة وبسيطة اهو. فراولة اهو. قطعتين من الفراولة في قلب الكب كيك. وهنا نفس القصة اهو. دي طبعا انا هنزل عليها بكنافه دلوقتي. حاجات حلوه وسهله. بيقولوا لي في الكنترول ينفع نحط موز؟ ينفع. ينفع نحط تفاح؟ التفاح في الحاله دي لازم يستوي شويه، ما تحطوش ني غير الفراوله. الكيو ممكن تحطيه زي ما هو، الموز زي ما هو. لو هتحط تفاح يا اختي يا خالتي يا عمتي يا الاطفال الحلوين اللي بيتابعوني، يحط التفاح بعد ما يستوي شويه. وابدا احشيها كده فراوله بالشكل ده كده. نفس القصة معايا فراولة كبيرة. احنا الفراولة عندنا بسم الله ما شاء الله السنة دي عسل بالشكل ده كده اهو. شفت الجو ده كده اهو. تاني واحدة اهو بإيدي اوزع كده اهو. واخد فراولة، واخد كنافة من اللي عندي دي كده، اوزع هنا شوية زي الفل اهو اهو اهو. واخد الكنافه اهيت يا عم الشيف زي ما هي كده، احطها هنا كده اهو. واضغط جامد اهو، اغطي الفراوله بالكنافه اهو. واضغط جامد اهو. هنا الفرن درجه حرارته 180 اهو. هتطلع ماسكه نفسها زي الفل اهو. شفتوا الفكره ازاي حلوه وسهله وبسيطه؟ انت بقى الحشوه، ولادك بيحبوا الموز احشي موز، ولادك بيحبوا التفاح حط تفاح، حط بيحبوا الكيوي حط كيوي عايزه تعمليها بالتمر تبقى لطيفه وحلوه ماشي. هي الفكره انا بحطها لك وانت ايه ابني عليها الاسس والقواعد بتاعتك. اللهم صل على النبي. واسويها كده يا عم الشيف
درجة حرارة الفرن عندي 180، اضغط عليها جامد كده اهو، مش هتاخد وقت كتير في السوى لان الكنافة عليها سمنة بلدي كتير وعليها شوية سكر، فمش هدي فرصة ان الفراولة هنا ايه تنشف معايا اهو. درجة حرارة الفرن عندي 180، صلي على الحبيب قلبك يطيب، افتح الفرن يا عم الشيف. ايه الحكاية هنا؟ لا صلي على النبي، نطلع البطاطس وندخل، العب اهو اهو اهو، يلا اللهم صل على النبي. ناخد الكنافة يا عم الشيف ونحطها في أرضية الفرن. أخبار الكنافة إيه؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب. كنافة الكوب بتاعنا، في واحدة معانا ودي التانية أهي، اللهم صل على النبي أهي. كنافة بالفراولة زي الفل، نسقيها الشربات واحدة واحدة مع بعض زي الفل. خلصت الكنافة، خليها على جنب كده اهي.